المشاكل كاينه في الماء خويا من البارح مع 12 ديال الليل مع الماء كان خانز شويه بزاف والناس كاملين كيتشكاو من هذا الماء في واحد الريحه خايبه بحال الواد الحار واش غنقول لك المهم راه الناس راه مكرفسين صراحه الله هاد الشركه راه ما قامش بالواجب ديالها هذه علاش هاد الناس هادو ما قالوش ما علنوش للناس بانها راه كاين شي حاجه غيصاوبوها ما عرفناش حنا شنو هو مناش جا داك الشيء بعدا علاش ما علنوش عليها وقالوا الخبر بان راه هذه من هنا 24 ساعه ما تخدموش الناس الماء راه موسخ راه شي واحد غيمرض ولا شي حاجه لان هذاك الماء راه ما توضاش به راه الواد الحار ريحه الواد الحار فيه إلا كان أنه كيقول نائب العمدة كيقول أنه صالح للشرب نجي نعطيه بيدو يديه ونخلص له شهر كامل أنا حسيت بشي حاجة في الجسم ديالي لأن ملي كتشربوا راه كتحس بشي حاجة الداخل ديالك كتنوض كتمشي حاجة كترد أنا مثلا إلا ما كانش ديك المرة ما غاديش نخدم شنو هو الحل؟ واش يمكن ليا مثلا على الاقل القليله واحد 50 لتر خاصني باش نغسلها باش نطيب باش القليله واحد 50 لتر ولا 40 بين 50 40 لتر اللي خاصني باش نغسل الغلاله باش تولي مزيانه باش ما نضرش الصحه ديال الناس وباش نطيب بها نيت الا 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 طيب ما نقولوا غادي نغسل بها ما غاديش شبان بنادم راه غسل بالماء نقي ما عرفت منين جابو وملي غادي نطيبها وغادي نبين غنطيبها وغادي نبغي نعطيه بحال اللي غادي نعطي غلاله ياكلها البنادم هذيك البلو اللي كيبقى ليا بديك غلاله راه خانز بنادم غادي يقدر ما يشمش الريحه مع العشوب مع هذه ولكن غير غيوصل للدار غيقدروا يهزوه كومه للسبيطار وانا ما نقدرش يعني نخدم بها علاش مسؤوليه وفيها الحبس فيها يعني مسؤوليه وفيها وفيها بزاف ديال الحوايج ولو ما فيهاش الحبس انا ما يعطينيش خاطري الضمير ديالي ما يخلينيش ما يهنينيش نعطي شي حاجه قبيحه يعني الضرر يعني كما كنبغي انا الخير لراسي انا نبغي لواحد اخر يا خويا اللي بغيت نقول لك هو المهم انت راك كما تعرف اخويا لحالك هنايا حنا كنا تنبيعوا ونشريو في الحوت ولا في خضره ولا في هذه فهمتيني المهم اليوم اضطرينا اخويا باش نجيبوا الماء والله الا اضطرينا باش نجيبوا الماء للساكنه ديالنا هنايا على ود راك عارف الماء البارح قال لك خانز فيه شي ريحه فيه هذه قال لك راه الواد الحار تخلط ديك الهضره ما تدخلش للراس فهمتيني الا كان شي حاجه راه غادي تكون من عندهم المهم حنا اضطرينا باش نجيبوا الماء على ود الساكنه ديال الحي هنايا والناس الكبار مساكن وهذا الشيء اللي كاين اخويا ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس